قم بتحليل تي تربيع زائد 8 تي زائد 15. إذن دعونا نفكر بما يحدث إذا ضربنا عبارتين ذات حدين تي زائد A مضروبة في تي زائد B. وأنا أستخدم تي هنا لأن تي هو المتغير في متعدد الحدود الذي سنحتاج لتحليله. إذا قمتم بضربهم باستخدام خاصية التوزيع لمرتين أو باستخدام فويل ستحصلون على تي ضرب تي يساوي تي تربيع زائد تي ضرب بي يساوي بي تي زائد A ضرب تي يساوي A تي زائد A ضرب بي يساوي A بي. لقد ضربنا كل عبارة هنا بكل عبارة هناك ولدينا عبارتي تي. يمكن أن نسميهم هكذا، هذا بي تي زائد اي تي. إذن بإمكاننا أن نجمعهما ونحصل على تي تربيع زائد اي زائد بي تي. زائد A B إذا قارنا هذا بهذا هنا سنرى أن لدينا نمط متشابه. معامل العبارة من الدرجة الثانية هو واحد، معامل عبارة الدرجة الثانية هنا هو واحد، لا يتوجب علينا أن نكتبه. ثم إن A زائد B هو معامل عبارة T، إذن الثمانية هنا يمكنها أن تكون A زائد B. ثم أخيرا الثابت AB سيكون 15، هذا سيكون 15. فإذا أردنا أن نستخرج هذا كعامل مشترك سيكون علينا أن نجد قيم لـ A و B ويكون حاصل ضربهما 15 ومجموعهما 8. بشكل عام إذا كنتم قد رأيتم سأكتبها بالشكل التقليدي أكثر باستخدام المتغير X. إذا رأيتم شيء ما يتخذ شكل X تربيع زائد B X زائد C، المعامل هنا هو واحد، بالتالي سيكون عليكم أن تجدوا عددان مجموعهما مساويا لهذا. وحصل ضربهما مساويا لهذا، أي أن مجموعهما يساوي 8 وحصل ضربهما يساوي 15. ما هما العددان اللذان مجموعهما 8 وحصل ضربهما هو 15؟ فإذا استخرجنا 15 لدينا 1 و15 مجموعهما لا يساوي 8، ثم 3 و5 هذان مجموعهما يساوي 8. A و B سيكونان 3 و5، إذن هذا يمكن أن يكون 3 ضرب 5، و8 عبارة عن 3 زائد 5. الآن يمكننا أن ننتقل بشكل مباشر ونحلل هذه ونقول إن هذا T زائد 5 مضروبة في T زائد 3 بما أننا أوجدنا بالفعل قيم A و B. لكن ما أود القيام به هو أن نحللها عن طريق تجميع. إذن سوف أعود خطوة للوراء من حيث ما وضحت لكم. إذن متعدد الحدود هذا سوف أكتبه كالتالي، وبدلا من تي تربيع زائد 8 تي سأكتبه بصورة مجموع اي تي زائد بي تي أو كمجموع 3 تي زائد 5 تي. لقد بدأت من هنا وسوف أنتقل إلى هذه الخطوة حيث قمت بتجزيء العبارة الوسطى إلى معاملات مجموعها 8 ثم أخيرا زائد 15. والآن يمكنني أن أحلل عن طريق التجميع. لدينا في هاتين العبارتين العامل المشترك T، وهاتان لديهما العامل المشترك 5. إذن دعونا نستخرج العامل T من العبارة الأولى أو هذا الجزء من العبارة. إذن تصبح T مضروبة في T زائد 3 زائد وهنا إذا قمنا باستخراج الخمسة سنحصل على 5 مضروبة في T زائد 3
خمسة تي تقسيم خمسة تساوي تي، 15 تقسيم خمسة تساوي 3. والآن بإمكاننا أن نستخرج العامل تي زائد 3، لدينا تي زائد 3 مضروبة بكل من هذه العبارات، لذا دعونا نستخرجها فتصبح تي زائد 3 مضروبة في تي زائد 5. سأكتب ذلك بشكل أكثر إتقانا، ضرب تي زائد 5 وانتهينا. في الواقع ليس علينا أن نقوم بخطوة التجميع هذه، ورغم ذلك أتمنى أنكم ترون أن هذا قد نجح. يمكننا أن نقول انظر، لدي عددان من هذا النمط هنا، مجموعهما هو 8 وحاصل ضربهما هو 15، إذن هذا تي زائد 3 مضروبة في تي زائد 5 أو تي زائد 5 مضروبة في تي زائد 3، بأي طريقة تريدونها.